Un hadaf le Milan, David Beckham! David Beckham كما ذكرت هي كرة خطيرة هي كرة رائعة من ديفيد بيكهام بالتخصص ديفيد بيكهام يتمكن من هز شباك الجنوة خالط روبينيو وديفيد بيكهام يكرر ما فعله في السابق هذا الهدف من كلاسيكيات ديفيد بيكهام بيكهام بطريقته المعتادة يتمكن من هز شباك الجنوة روبينيو حاول لكن الكرة دخلت شباك بيكهام يعلن عن تقدم الميلان من كرة ثابتة بيكهام يؤكد بأنه الصفقة الرابعة